تشاهدون الآن نشرة الأخبار من قناة حضرموت. رئيس الجمهورية يشيد بجهود سفارة بلادنا لدى ماليزيا. محافظ حضرموت يصدر قرارا بتكليف نائب لمدير عام المؤسسة العامة للطرق والجسور. وكيل أول حضرموت يدشن اختبارات الشهادة الأساسية في مديريات الساحل، ويطلع على أوضاع مؤسسة دار باكثير للطباعة والصحافة والنشر، ويزور معرض المصور الصحفي خالد بن عاقلة. ناطق المنطقة العسكرية الثانية يعلن تحقيق عملية الجبال السود أهدافها وتأمين واستكمال خطة الانتشار في مناطق شمال غرب حضرموت. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة مفصلة من قناة حضرموت الفضائية. أشاد فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية بالجهود التي تبذلها سفارة بلادنا لدى ماليزيا خدمة للطلاب والمقيمين اليمنيين وتسهيل معاملاتهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم. واستمع رئيس الجمهورية خلال لقائه سفير بلادنا لدى ماليزيا الدكتور عادل باحمد إلى شرح مفصل عن أوضاع الطلاب والمقيمين اليمنيين في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها المواطن جراء الحرب الانقلابية للميليشيا الحوثية الإيرانية التي طالت تداعياتها واقع المواطن اليمني داخل الوطن وخارجه. كما قدم السفير باحمد صورة موجزة لمجمل مهام وأنشطة السفارة التي تطلع بها خدمة للطلاب والمقيمين اليمنيين البالغ عددهم نحو 17,000 طالب ومقيم، متطرقا إلى جهود السفارة في تذليل الكثير من الاحتياجات والخدمات الضرورية والمهمة مع السلطات الماليزية، وكذلك خدمة إصدار الجوازات فضلا عن إقامة الفعاليات والندوات المتصلة بالشأن اليمني لعكس واقع اليمن الاتحادي الجديد ولبلورة نهج وتوجهات قيادته الحكيمة، ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية. وثمن فخامة الرئيس جهود السفير باحمد المجسدة للمسؤول الحامل لمصالح مواطنيه ورعاياه في موقع عمله وموطن ابتعاثه. أصدر محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني القرار رقم 117 لسنة 2018 بشأن تكليف الأخ طه أمين باحيدرة نائبا لمدير عام المؤسسة العامة للطرق والجسور. دشن وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العلي اليوم اختبارات الشهادة الأساسية للصف التاسع للعام الدراسي 2017-2018 في جميع مدارس مديرية ساحل حضرموت التي يتقدم لأدائها 12,923 طالبا وطالبة، بينهم 7,217 ذكورا و5,306 إناثا موزعين على 105 مركز امتحان. وخلال زيارته لمركزي الامتحانات في مدرستي زينب وفاطمة الناخبي للبنات بمدينة المكلا، طاف وكيل أول حضرموت بعدد من القاعات الامتحانية مستمعا من مدير مكتب التربية والتعليم رئيس اللجنة الإشرافية الفرعية للاختبارات بالمحافظة جمال سالم عبدون إلى شرح حول الاستعدادات والإجراءات التي سبقت إجراء العملية الامتحانية التي يشرف على أدائها 2014 عاملا تربويا بينهم 105 رؤساء مراكز امتحانية و16 وكيل مركز و79 مراقبا و1238 ملاحظا و64 لجنة ضبط وتحكم بالمديريات ولجنة إشرافية، بالإضافة إلى 495 من رجال الأمن والخدمات المساعدة، مشيرا إلى أن هذه الاستعدادات شملت التهيئة المبكرة للاختبارات والإعداد الجيد لها بعد أن أكمل جميع المعلمين المقررات الدراسية في وقتها المحدد بحسب الخطط الدراسية، بالإضافة إلى عقد سلسلة من اللقاءات وورش العمل لإنجاح العملية الامتحانية والتدقيق في اختيار القيادات التي تشرف على إداراتها من الكفاءات الجيدة وتوفير جميع المستلزمات الاختبارية ومتطلباتها في عموم المراكز الامتحانية بالمديريات بدعم من قبل محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني. وأكد عبدون بأن الأسئلة الاختبارية قد وضعت وفق الأسس والمعايير الفنية ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب،
وأشهد وكيل أول حضرموت بالجهود المبذولة من قبل مكتب التربية والتعليم واستعداداته الجيدة لإجراء العملية الامتحانية وتوفير لها كافة المتطلبات والأجواء الآمنة والمستقرة التي تمكن الطلاب والطالبات من أدائها بكل سهولة، لافتا إلى أن ذلك يأتي مواكبا للنجاحات المحققة من قبل قيادة مكتب التربية والتعليم واستيعابها الإقبال الكبير على التعليم وزيادة أعداد الطلاب على مدارس المحافظة وتوفير كافة السبل لاستقرار العملية التعليمية، مؤكدا اهتمام السلطة المحلية ومساندتها المتواصلة لهذا القطاع الحيوي. وأعرب الشيخ بن حبريش عن تقديره البالغ للجهود المبذولة من قبل اللجنة الإشرافية الفرعية ولجان المراكز والمراقبين وتهيئتهم الجيدة للمراكز الامتحانية وبما يمكن من إجراء الاختبارات في أجواء من السكينة والهدوء، متمنيا للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح في أداء هذه الامتحانات. رافق وكيل أول حضرموت في تدشينه للاختبارات المدير العام لمديرية مدينة المكلا المهندس عوض أحمد بن هامل ومدير إدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية عبود بن عبود الشيخ وعدد من المسؤولين في اللجنة الإشرافية الفرعية للاختبارات بالمحافظة. اطلع وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العالي اليوم على أوضاع مؤسسة باكثير للصحافة والطباعة والنشر بالمكلا. جاء ذلك خلال زيارته اليوم للمؤسسة مستمعا من رئيس مجلس الإدارة رئيس تحرير صحيفة 30 نوفمبر الدكتور عمر عبد الله بعباد إلى تصورات قيادة المؤسسة في إعادة تأهيل المطابع التي تعرضت للتخريب والنهب إبان سيطرة العناصر الإرهابية على المكلا بما يمكن المؤسسة من استعادة نشاطها الإعلامي والتجاري، مشيرا إلى أنه تم حصر متطلبات تجهيز الآلات الطباعية وما تحتاجه من قطع غيار لتقديمها للسلطة المحلية والهلال الأحمر الإماراتي. واستعرض الدكتور بعباد المعوقات التي تواجه عمل المؤسسة في الجوانب الإدارية والمالية والفنية مشيدا بدعم ومساندة السلطة المحلية في تذليل هذه الصعوبات. وأعرب وكيل أول حضرموت عن وقوف السلطة المحلية إلى جانب قيادة المؤسسة وإنجاح جهودها في إعادة تأهيل وصيانة مطابعها بما من شأنه النهوض بأوضاعها والقيام بدورها الصحفي على أكمل وجه. حضر اللقاء نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار باكثير للصحافة والطباعة والنشر للشؤون المالية والإدارية والفنية أحمد ناصر بامندود وعدد من الإعلاميين. دعا وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العلي إلى إيلاء المزيد من الاهتمام بالتوثيق الفوتوغرافي بوصفه مرجع مهم وذاكرة حية شاهدة على مختلف المراحل خاصة في الجوانب التراثية والثقافية والاجتماعية. وأعرب وكيل أول حضرموت لدى زيارتها اليوم لمعرض الصور الفوتوغرافية للمصور خالد بن عاقلة المقام بمؤسسة باكثير للصحافة والطباعة والنشر بالمكلا بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير ساحل حضرموت من تنظيم القاعدة عن اهتمام السلطة المحلية ورعايتها لكافة الأعمال والمشاريع الفردية للمبدعين في مختلف المجالات. واحتوى المعرض على صور وثقت مراحل ما بعد تحرير مناطق ساحل حضرموت وما شهدته المحافظة من تطورات خدمية وأمنية بالإضافة إلى رصد الأنشطة السياسية والثقافية والاجتماعية والرياضية. برعاية من رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي ومحافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني، وبمناسبة اليوم العالمي لعيد العمال الأول من مايو أقام البنك الأهلي اليمني حفلا بالمكلا لتكريم الشخصية المالية والمصرفية المعروفة سعيد عوض باعباد مدير فرع البنك الأهلي بالمكلا. وألقيت في الحفل كلمة من قبل وكيل محافظة حضرموت لشؤون الساحل والهضبة الدكتور سعيد عثمان العمودي نقل في مستهلها تحيات المحافظ البحسني للمحتفى به والذي يعد أحد الكوادر المالية والمصرفية التي تتمتع بالكفاءة وقدم خدمات للمحافظة في القطاع المالي والمصرفي في حضرموت منذ أكثر من 32 عاما وكانت له بصمات واضحة في تقديم خدمات مالية عبر فرع البنك الأهلي بالمكلا إبان سيطرة الجماعات الإرهابية عليها وإفراغها من مؤسساتها الحكومية والمالية. كما ألقيت في الحفل كلمتان من قبل رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الدكتور محمد حسين حلبوب ورئيس تنسيق نقابة البنك الأهلي ألقاها فيصل السودي.
وقدمت خلال الحفل رقصة ترحيبية من قبل زهرات براعم المكلا وقصيدتان ألقاها الشاعر محمد عمر الجوهي والشاعر حسن بحارثة. وفي ختام الحفل جرى تكريم الأستاذ سعيد عوض بعباد بدروع وفاء وهدايا من قبل السلطة المحلية بحضرموت وإدارة البنك الأهلي ونقابة عماله. حضر الحفل وكيل محافظة حضرموت لشؤون الشباب فهمي عوض باضاوي وأركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان الجوهي ورئيس عمليات المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عمر بادبيس وقائد معسكر الربوة العميد منير كرامة تميمي والمدير العام للبنك الأهلي اليمني الدكتور أحمد علي بن سنكر وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية والبنوك والشخصيات الاجتماعية والعاملين بفروع البنك الأهلي اليمني وأهالي وأصدقاء المكرم. قال الناطق الرسمي باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية هشام الجابري أن عملية الجبال السود قد تمت بنجاح وحققت أهدافها كاملة في زمن قياسي، وتم استكمال خطة الانتشار في كافة مناطق شمال وغرب حضرموت وبسط سيطرتها عليها بعد أيام من إعلان تلك العملية. وفرضت قوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية كامل سيطرتها على تلك المناطق الاستراتيجية الهامة وتأمينها ذات التضاريس الصعبة، مبينا أن العناصر الإرهابية تلقت ضربات موجعة، شاكرا دور التحالف العربي بالدعم والإسناد والغطاء الجوي خصوصا بعد مشاركة طيران التحالف العربي الذي سهل الوصول إلى تلك البقاع المهمة في تلك المناطق ليتم تأمينها والتمركز فيها من قبل قوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية. ختام الأخبار تذكير بأبرز ما ورد فيها من أنباء. رئيس الجمهورية يشيد بجهود سفارة بلادنا لدى ماليزيا. محافظ حضرموت يصدر قرارا بتكليف نائب لمدير عام المؤسسة العامة للطرق والجسور. وكيل أول حضرموت يدشن اختبارات الشهادة الأساسية في مديريات الساحل. ويطلع على أوضاع مؤسسة دار باكثير للطباعة والصحافة والنشر ويزور معرض المصور الصحفي خالد بن عاقلة. ناطق المنطقة العسكرية الثانية يعلن تحقيق عملية الجبال السود أهدافها وتأمين واستكمال خطة الانتشار في مناطق شمال غرب حضرموت. وبالتذكير بالعناوين نكون مشاهدين الكرام قد وصلنا وإياكم إلى ختام الأخبار قدمناها لكم من قناة حضرموت الفضائية. إلى الملتقى، دمتم بخير.